لكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. أنا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الأبراج. توقعات برج العقرب ليوم الثلاث 12 أكتوبر تشرين الأول 2021. تتميز كل مواجهة تجريها الآن بموجة من الطاقة والهدف. ستتحسن جودة تفاعلاتك بشكل كبير، وقد تتواصل مع شخص ما سيحدث ثورة في حياتك ماليا أو روحيا، وستحصل على نظرة أفضل على شخصيتك، وسيساعدك هذا على تحديد اتجاه حياتك. يجب أن تغتنم هذه الفرصة جيدا، لأن فهم نفسك يمكن أن يساعد في حل عدد من الصراعات الحالية. عاطفيا، الشغف هو أمر اليوم. ستفاجأ شريكك بإيماءات رومانسية باهظة وستكافئ عليها. تشعر اليوم بالسخاء الشديد سواء في النفقات أو في فعل الحب. ستثير طبيعة العطاء لديك استجابة عاطفية وحلوة من شريكك. استعد للاستمتاع بيوم عادي ينمو بشكل خاص بفضل جهودك. مهنيا، تمر أموالك بمرحلة توسع الآن، وأنت على استعداد للاستفادة من ذلك الآن. يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض كبير اليوم لشراء منزل جديد أو شركة أو سيارة، وستحصل على القرض بسهولة تامة. الطلاب الذين يسعون للحصول على قروض تعليمية سيجدون أيضا استجابة إيجابية اليوم. إنه يوم جيد للاستثمار في سوق الأسهم. صحيا، أنت على وشك القيام برحلة إلى وجهات ذات منطقة مناخية مختلفة تماما. إذا كانت منطقة مناخية حارة، استهلك الكثير من الخيار سواء أحببت ذلك أم لا. إذا كانت منطقة ذات مناخ بارد، فاحرص على حماية نفسك من تغلغل النسيم البارد في جسمك عن طريق ارتداء أكبر قدر ممكن من الملابس الصيفية. توقعات برج العقرب للرجل. عليك كسب خبرات من تجارب الذين هم حولك، ولا تخجل من السؤال في عاتقك مسؤوليات، ويجب أن تكون محط ثقة لمن حولك. وتعامل بطبيعتك، واترك الحذر المبالغ فيه، وقل لا للمهليات والمشتتات من حولك. توقعات برج العقرب للمرأة. تستطيعين كسب ما تريدين إلى جانبك من خلال بعض الكلمات الجميلة. يا امرأة برج العقرب، أنت ذكية وجذابة دائما. إذا نظرت إلى الوراء على حياتك، سوف تعلمين كم اكتسبت خبرة في هذه الحياة. على جميع الأصعدة من الناحية الصحية، اشرب الكثير من الماء للحصول على بشرة أكثر نضارة بعيدا عن الشحم. توقعات العلامة الأولى، مواليد 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر. أنت اليوم ستشعر بأنك قلق. خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد أسرتك، فإنغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع. إذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور. توقعات العلامة الثانية، مواليد 3 نوفمبر إلى 12 نوفمبر. ستصبح صداقاتك أكثر عمقا، وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدا، وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك. يجب أن تتقبل كل فرد على ما هو عليه، وضع الطاقة تسري. توقعات العلامة الثالثة، مواليد 13 نوفمبر إلى 21 نوفمبر. حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال. لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين، ولذا الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة، سوف تنفذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق. انتفع من تلك الطاقة الصادرة منك قبل أن يفوت الوقت ويمر دون ذلك.
وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني باللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. سلام.